قد عاصر اليومين مو نايم. لك يا خيي كنا مش نايمين نحسنين. اسا بنعمل هالبرمي بنرجع على الكركوك بنشوف لهذا الباس شويش نايم من دفس بنحط راسنا ومننام. يا خيي الحارة امان في شي بيخوف. انا شايف الاضوية مش شاعلة. جوز انطفوا من الهواء. قولتك. شرفوا. بس ما يكون يشتلقوا عليك. لك لا ما اشتلقوا. سمعتهم عم بيحكوا مع بعضهم انه رايحين يناموا وما حد رح يرجعوا. اكيد هيك سمعتهم عم يقولوا. لك ايه اكيد اكيد. يلا 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 لسي لسي. شو هدول الغلة؟ غلة؟ أنو غلة؟ قديش طلعوا؟ لك أربع خمس براغيت قد بدهم يطلعوا يعني؟ تحسين؟ شو في بالجيب الثانية؟ ما فيها شيء، فيها هي غلة الخان ما حدا يقرب عليها. غلة الخان؟ أه يا واطي يا حرامي. قسما بالله هي غلة الخان أبو علوش. طلع فيها، طلع فيها تحسين. تحسين بتسمعنا تحسين؟ هات أشوف. والله أطلع بروحك يا تحسين، لك حرامي، أنت حرامي. الله يسامحك يا أبو علوش، بعدين نحكي فيهم هدول. يلا يلا بحارك. خالصين؟ هلا بنروح عم نتقاسم وحده. لك شو رح تفضحنا انت؟ تحسين بكره بتجي ونتقاسم المصاري بكره ونتقاسم الاغراض بكره. مش مش يلا يلا بسرعه يلا. السلام. ايش هيك معنك كل الاولاد؟ يسعد صباحك ابو ياسين. اهلين يا فخري، الله يصبحك بانوار النبي. شلونك يا اخي محمد؟ اهلين ابو الفخر. يا ابي الله يسعد صباحك. شو ابو ياسين؟ ايه ما انت صاحبك بصراحه فاتح على بكير اليوم. ايه والله هيك باي، هذا يمكن هربان من مرته على بكير. حلوه هي عجبتني، منين خطرت لك هي؟ يا ديبو ديبو. أهلين أبو صادق. مرحبا ديبو. أهلين. شو المختار مو؟ بالبيت لسه ما أجا. الله يرضى عليك يا ديبو، رونا ديلو خليني يمشي قبل ما تشوف الدنيا. بسرعة الله خليك. يلا يلا تكرم عبد الغياني أنت ندورة. آه طفي الشوبات يا حبا. أهلين عرفان. أهلين يا عمي حبي. أهلين عرفان. أهلين يا ياسين. أهلين والله يا شيخ عمي شمسي عمي. يا اخي شو بعرف انت مصايبه؟ كيف ساعدك؟ اللهم لا اسالك رب القضاء. بسم الله. يا سلام دمعة الله يبارك له. على كيفك عمي؟ قرب عليك. شو صار بصراحة ما له حركة اليوم؟ وما انتفعت بنوب من حكمة ابو صفوان؟ لا والله يا فخري لا والله. البنت كل مالها لورا. معناتها ما صار في قدامنا غير الشيخ جوهر، عم يقولوا كثير منيح وما بيصعب عليه شيء. يا اخي فكرت بالشيخ جوهر، بس الشيخ جوهر عم بيقول عنه شيخ نزير مش عاوز وكذاب. لك لا شو كذاب، والله في كثير ناس استفادوا على ايديه للزلمه يعني، بس هو الشيخ نزير ما بيطلع. السلام عليكم. اهلين اهلين ابو نجيب. اهلين ابو نجيب. خير؟ ان شاء الله ما بتشوف الا الخير سيد راسي. شو خير؟ مشان كرت دكاكين سيدي. شبنا ابو نجيب لسه الشهر ما خلاص. شو الحكي؟ مين قال لك ما خلاص؟ امبارح اطلعت على الهلال شفت شو الحكي سيد راسي، اعوذ بالله خلاص. لا انا سيدو ما خلاص، لسه الهلال ليهل بده يومين ثلاثه. هلا يومين ثلاثه بيناتنا سيد راسي يا فخر شباب. اي ابو نجيب في فرق، بس يهل الهلال تجي تاني يوم تاخد حقك عدوز بار عمي. شو عليه سيد راسي؟ شو عليه يومين ثلاثه يومين ثلاثه؟ الله يسامحك يا فخري.
الله يسامحك. والله ماني نفس اضحك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بخير وشرف. تفضل. خير. شو بدك كرمي؟ هل بده كره دكاكين؟ لسه شهر ما خلاص. ضربه تخلع رقبته ان شاء الله. خير ابو محمد؟ ليش شايفك مو على بعضك؟ خير؟ شو صار؟ سيدو بعيد عن احبابك يعني بنته مرضانه شوي، وحكمه ابو صفوان ما اثرت فيها. اخي بسيطه ابو محمد، بسيطه. لك شو بسيطه يا ابو خيرو؟ شو بسيطه؟ البنت رح تروح من بين ايدي. لا اسمع لك، بتاخذها على خستخانه الغربه، هي فتحتها الدوله هنيك، في حكمه دارسين وفهمانين. خذها لهنيك وتوكل على الله. والله ما بعرف اخي ابو محمد. اسمع مني وخذها على الخستخانه. يلا ربي يشفي وعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أبو الفخر أخذ على خستخانة؟ لك لا، شو تأخذ على خستخانة؟ يعني الله يرحمه أبو عارف ما تهني. إيه والحل؟ الحل ما لك غير الشيخ جوهر. مرحبا عمي يا فخري. أهلين. كنت اشتري من عند عمي ابو صلاح ملح، ما لقيته بدكانه. وين بده يروح يعني عمو؟ روح شوفه عند ابو صفوان، عند ابو ياسين، عند ابو رضا. عمك عمي. اهلين. شو حكايته ابو صلاح؟ دكانته مفتوحه من قبل ما تفتح دكانتي، يعني من قبل طلوع الضوء ما شفته ولا له حركه. لك ايه والله انا هيك. قوم فخري قوم شوف شو الحكايه. يلا قوم قوم. صلاح؟ يا ابو صلاح. يا عمو. شو هذا يا محمد؟ ليك؟ نعم. لك قفل مكسور ومحل فاضي كانه مسروق. لك ابو زيدي، ابو صفوان، ابو ياسين، ابو رضا. لك انسرع محل ابو صلاح يا عالم. تعب شو هالحكي؟ ايوه. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف شوف الشوفير. مسكين يا ابو صلاح. بسرعة بحارة العياش. عم بقول لحالي ليش فاتح بكير ابو صلاح؟ وينه ابو صلاح هلا؟ وينه ابو صلاح؟ شو في يا جماعة؟ شو في؟ لك انسرع محلك يا ابو صلاح. شو هالقولة؟ فوت شوف. هدي حالك، هدي حالك. طول بالك، طول بالك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خرب بيتي، الله يخرب بيتهم، يحتك حريش الشغله. وكل الله بصلاح، وكل الله. بيتك عامر ما بينخرب ونحن موجودين. نحن يستوطوا حياتنا ويسرقوا لنا الدكان؟ بسيطه الا ما اعرفهم. صلاح الله يرضى عليك، روح خبر المختار. وانت يا ابو صلاح روح خبر كركون. وشو بدي اسوي الكركون؟ شو بدي اسوي الكركون يا ابو صفوان؟ يا ابو صلاح ما بيصير، لازم الكركون والمختار والعقيده بوقتها بيدروا بالقصه. لك لك روح بسرعه. يلا تمام تمام تمام. تشيكو زعل، تشيكو زعل. حضرة الباشاويش شرف وصلتوا لشي؟ اكيد يا فندم اكيد. شو حضرة الباشاويش بين معكم شي؟ طبعا اول باشتان. هذا مش واحد نفر هرامي، هذا تنين تنين نفر هرامي. اها والله فكرناك عرفت الحرامي. وتاني باشتان هذا ولد حرامي سراق، أكيد أكيد كان في معه حديدة شاكوش يعني قاينجا. يعني أكيد بده يكون معه حديدة، شلون بده يخلع الباب يعني باشاويش؟ يعني أنت في عندك معلومات مين هو هرابي؟ أنت لازم بيروح معي كركون مشان يعطي نحن معلومات. لك شو معلومات ما معلومات؟ أنا ما بعرف شيء أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام مختار أفندم نصي سن. شو حضرة البشاويش طلع معكم شي ان شاء الله؟ معلوم معلوم مختار افندم، اول خيط صار هون بايد حضرتنا. اخ عال ما في احلى من هيك. بس هذا الولد جزار، في عنده معلومات مهمات ومفيدات، لازم بيروح كاركون. ايوه لسه بيقول لي معلومات ما معلومات. اق عمي انا معلوماتي هوك يعني يو. لا 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 لا، انت في معلومات.